بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديوان الحج والعمرة يستضيف ترشحات لموسم الحج 2023، حيث سوف أقرأ على مسامعكم ما ورد في هذا الموضوع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو، منقولا لكم من موقع الشروق، حيث دعا الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم موسم الحج سحب دفتر الشروط الخاص ب دفتر الشروط الخاص، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الملفات سيكون يوم 10 جانفي 2023 القادم. وأعلن الديوان في بيان له أنه يعلم كافة الوكالات السياحية والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1444 هجرية الموافق لسنة 2023 أنه في إمكانهم أو بإمكانهم التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص لهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج. ورابط البوابة الذي هو مذكور في هذا الموضوع هو HTTPS بوابة الحج زاد. وأضاف البيان أن سحب الدفتر سيكون ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2022 مقابل دفع مبلغ 5000 دينار جزائري، طبعا 5000 دينار جزائري لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة. وتابع البيان أن الملف يدع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة تنظيم عملية الحج لموسم 1444 هجرية الموافق ل 2023 ميلادية. هنا مكتوب مطار الإقلاع لا يفتح لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، قرأت العبارة كما هي أمامي. طبعا ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2023 وآخر أجل الاستلام ملفات الترشح يوم 10 جانفي 2023 على الساعة 10 صباحا. وهذا ما ورد في هذا الموضوع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو، منقولا لكم من موقع الشروق. أما بالنسبة إلى الحج فطبعا يبدو أن طبعا عمليات التسجيل للحج للأشخاص الذين يرغبون في الحج قد اقتربت، حينما يتم نشرها في هذه المواقع أو مواقع الجزائرية الرسمية سوف أقوم بنشر فيديو للإعلان عنها. وطبعا وهذا نقلا لكم للأخبار الجزائرية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.